وشهد شاهد من أهلكم يا بلاد الأسبان، المدرب الأسباني الكبير لويس إنريكي يفاجئ لامين يامال بما قاله بعد تراجع لامين يامال عن تمثيل أسبانيا واللعب مع المنتخب المغربي بسبب طرد أسبانيا لوالده. ولكن قبل الدخول في التفاصيل، لو كنت من عشاق ومحبي النجوم المغاربة والمنتخب المغربي، أتمنى تدعمني وتشرفني باللايك والاشتراك وتفعيل زر الجرس حتى يصلك كل جديدنا خلال الفترة القادمة. لويس إنريكي أكد أن قرار لامين يامال بالتراجع عن تمثيل أسبانيا واختيار تمثيل المنتخب المغربي هو قرار صحيح بنسبة 100%، وكان يجب على لامين يامال اتخاذه منذ البداية. كما أكد المدرب الأسباني الكبير لويس إنريكي أن لامين يامال هو أفضل موهبة صاعدة في العالم ومن أفضل لاعبي العالم بشكل عام، وسيمثل إضافة جبارة مرعبة لكتيبة وليد الرجراجي في المنتخب المغربي. أيضا لويس إنريكي أكد أنه يدعو كل لاعب ألا يتأثر بالضغوطات والإغراءات من قبل الاتحادات الأوروبية، وأن يصر اللاعب على اختيار بلده الأم مهما بلغت الإغراءات والتهديدات. اختتم لويس إنريكي تصريحاته قائلا: الاتحاد الأسباني هو أسوأ اتحاد في العالم، أعلم كيف تدار الأمور داخله، وأعلم كم الإغراءات والضغوطات التهديدات التي يمارسها على اللاعبين مزدوجي الجنسية من أجل رفض بلدهم الأم واختيار تمثيل إسبانيا.